بصحي ما باغي حتى واحد وباغي يرزقني ورزق ولدي وولدي دار فيها تماره. وحشومه عليكم وحشومه عليكم، وجيتوا لي لسلعتي وكرفستوني وتنشوف سلعتي وتضروا فيها بالمطر وحرام عليك حرام عليك. مالك سير؟ كرفسوني سلعتي، كرفسوني ومحنوني، كرفسوني ومحنوني ومحنوني انا وولادي وخلوني تصرت الفلوس وجاو قال لي والله ما تجني وما اللي وقع لي. مشات لي السلعه ديالي كامله، جاو عندي في شهر 4 قالوا لي غادي ولدك يفلح الفلفل الحار. قلت لهم انا تنفلح الفصه، انا واخد البلاد من عند عماتي نفلح الفصه، ما نفلحش الفلفل الحار، انا خدام. قال لي الدري ولدك هو اللي غادي يفلح الفلفل الحار، هو اللي بارك. عيطت ليه، قلت له عادل واش غادي دير الفلفله مع الشعيب ولا لا؟ قال لي نديرها. قال لي بابا انا عبارك بارك في هذا المرض ديال كوفيد كورونا. قال لي انا عبارك بارك. قلت له دبر راسك، انا ما عندي ما نقول لك، انا الصير ما نصيرش عليكم وبليزير مني. قلت لكم نعطيكم الموتور غراتوي من عندي، شريك تا وخويا، هذا الشيء اللي كاين. الدرا شريك فيها، خدام فيها ولدي ومشارك فيها انا وخويا. خويا شرا الزريعه، انا خلصت الخدامه وسقيت وبالموتور ديالي والماتيريان ديالي عندي على اوراق باش شاريه. هي هذيك جات شهر 8 جاو بركو تايبنيو في الدار، جاو ريبوها عليهم. جا القايد سعاده القايد ريبها، دخل الدار الملكي ريبها، من حقهم يريبوها لحقاش مبنيه على بياض، ما عندها لا ترخيص لا والو. والمقدميه تيجي وتيقول ملي قالوا لهم تردوا لنا فلوسنا، قالوا لا راه السبب ديالكم خوكم هو اللي ريب ليكم. هي هذيك جاو، هي هذيك دازت شي يومين، جاو الدريات خواتاتي الدري خويا تجمعوا مشاو عند سعادات القايد، وانا مشيت معاهم حتى انا عند سعادات القايد، هما في جهه وانا في جهه. دخلت عند سعادات القايد استقبلني قلت له الله يرحم لك الوالدين، بغيت منك كلمه لله. واش انا هو عمرني شعيطت لك هضر خويا لادريس؟ عمرني جيت وقفت عندك هنا في البيرو هضر خويا لادريس؟ عمرني جيت قلت لك هضر خويا محمد غادي يريب؟ قال لي انت لا معلقه لابني قدام خوتي وقدام كل شيء. صافي جيت في حالي قدمت ليه الشكايه اللي درت بهم هذاك النهار اللي تهجموا عليا، هذاك النهار ملي خرجت القوه المساعده وخرج سعاده القايد. قد مشيت درت بهم شكايه لحقاش تهدوا عليا بزاف. هذا يقول لي ندير لك في الطوموبيل، هذا يقول لي ندير لك، هذا يقول لي نفعل لك عصابه. ومعاهم ورغم ذلك معاهم خواتاتي، بغيت شي اخت تفكر بالزوله وتفكر الوالدين وتنقول لهم شوفوا قلبوا على الحقيقه وجيو عندي. شحال دابا عندك ديال الخساره في هذا؟ وشحال عندي ديال الخساره؟ لعبوا لي انا تقريبا واحد جوج المليون ديالي ديال الخساره، وعندي وكنت موجد العلف ديال البهيم تقريبا فوق 10 طون اللي خاصها تجيني انا في حقي. وحسيت وتحقرت وحسيت بالحقره بزاف، وجاو عندي وعصوني في داري قدام باب داري انا ومرتي وولادي، وراه عمي حاضر وراه الجيران تيسمعوا وراه دريم فيلاج ممكن تنقول شدهم الكاميرا ديال دريم فيلاج. لحقاش جاو دارو قدام دريم فيلاج هذيك الليله اللي جاو تهجموا عليا انا. الرساله ديالك شنو باغي توصل؟ انا الرساله ديالي اللي باغي نوصل، انا بغيت حقي، ما بغيت من هاد الناس حتى شي حاجه. هاد الناس حقروني كرفصوني مدة دابا اش غنقول لك، شي 3 سنين بالملقم بحنينه. دايز انا وياه في 2017 درت به شكايه عند سعادات الوكيل. مازال باقي باغي تفلح بالارض ديالك؟ وانا الارض ديالي راه عاطينها لي عماتي، انا خاصني منحيد من الارض تيجيو عندي عماتي يقول يا ود خونا راه حنا بغينا الارض ديالنا. انت ممنوع من صحرات؟ انا ممنوع، ما نحرت ما نسقي ما والو. قطعوا لي فوق 300 متر ديال القادوس، وقفوني راه الحركه راه الفصه تشوفوا فيها، راه ما مسقياش راه كرمت. عاودوا تشوفوا الفلاحه ديال الناس اللي دايرين معايا الفصه، جيراني تشوفوا الفصه ديالهم كي دايره وتشوفوا الفصه ديالي انا كي دايره. البهايم ديالي جاعوا، وجدت لهم الدرا، وجدت لهم الفصه، موجد لهم كل شيء. ضرب تماره خدام ب 60000 فرانك، تنتخلص ب 12000، خدام 100 درهم النهار تنتخلص ب 12000، تنصير على الدار 7000 8000 و4000 تنصيرها على البهيم. حرام عليهم. ما تنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا.
وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.